فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يدخل المسجد بعد أذان الفجر ثم يصلي أربعا قبل الفجر، فسألناه عن ذلك فقال إنه لا مانع أن أصلي أربعا قبل صلاة الفجر، هل فعله هذا صحيح ومشروع؟ هذا غلط، هذا غلط منه. لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا نافلة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط. نعم، فنبهوه إلى أن هذا خطأ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.